بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ورسوله الكريم، وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أنا سالم البكري، مدرب ومصور، مختص بالطبيعة، تايم لابس. اليوم بنتكلم عن نقاط معينة، واللي هي فلسفة تعتبر في التصوير، أو بما تسمى مفاهيم ضوئية، ألا وهي البيكسل والسنسور والتعريض والفيو فايندر. هذه أربع حاجات إن شاء الله بنتكلم عليها اليوم في حلقتنا الثانية. السنسور هو بمثابة الشريحة الأم في الكاميرا، ووظيفتها أنها تطبع عليها الصورة. ثاني نقطة بتكلم عليها عن السنسور اللي هي أنواعه، ينقسم إلى قسمين، فول سنسور والكروب سنسور، ولو مقاسات وانت طالع في مقاساته. ثالث نقطة اللي هي فائدته، إيش فائدة السنسور؟ لنا ثلاث فوائد للسنسور نفسه، أنه كلما كبر حجم السنسور كلما زادت حجم الصورة، وكلما كبر السنسور كلما زادت حساسيته للضوء. يعني لو قارنا بين كاميرتين كروب سنسور فول سنسور في مكان معين او نقطه معينه نفسها، بنلاحظ انه قراءه الكاميرا للضوء في الفول سنسور اكثر من انها في الكروب سنسور. ثالث نقطه اللي هي كلما كبر حجم السنسور كلما زادت جوده الصوره، فهنا تتحكم شويه، فهنا يتحكم السنسور في جوده الصوره. مع الأمطار الحلوة دي بنشرح النقطة الثانية اللي هي البيكسل. إيش هو البيكسل؟ طيب قبل ما نعرف إيش هو البيكسل، خلونا نرجع شوي ونعرف السنسور بطريقة علمية. السنسور عبارة عن عدة أجهزة متناظرة، وظيفتها أنه عندما يرتطم الضوء بهذه الأجهزة المتناظرة يقوم كل جهاز بتحويل الضوء إلى فولت، ثم بعد ذلك هناك جهاز في الكاميرا يقوم بتحويل كل فولت لكل بيكسل إلى بيانات رقمية. إذا نفهم من ذلك أن كل جهاز متناظر عبارة عن بيكسلات، يعني هذه العدة الأجهزة المتناظرة عبارة عن بيكسلات. إذا هذا هو البيكسلات بطريقة علمية. ثاني شيء وظيفته، إيش وظيفة البيكسل؟ البيكسل بشكل عام يتحدد في طباعة الصور. أي كلما كان عندك بيكسلات كثيرة في الصورة، إذا بتفيدك أكثر في طباعة الصورة. نتكلم عليها اللي هو التعريض. إيش التعريض؟ التعريض باختصار هو الإضاءة في الصورة أو الضوء في الصورة. يعني لو أنا جيت قلت لك الصورة هذه تعريضها عالي، إذا معناته إنه التعريض في الصورة هذا زايد. أو أجيت أنا أقول لك هذا التعريض شوفها متوسط ما شاء الله حلو، إذا الإضاءة متوسطة ومقبولة في الصورة. ثالث نوع اللي هو التعريض الناقص. أنا أجي لما أجي أشوف إنه الإضاءة مظلمة شوي في الصورة، هذا معناته انه التعريض ناقص في الصورة. هذا هو التعريض وهذه انواع. رابع نقطة بتكلم عليها للفيو فايندر. ايش الفيو فايندر؟ الفيو فايندر هو عبارة عن المنظار الذي في مقدمة الكاميرا، تمام؟ له ثلاثة انواع رئيسية. اول نوع اللي هي الاوبتيكال. الاوبتيكال لما اجي انا اناظر في المنظار، تمام، بيعطيك صورة مشابهة للحقيقة. يعني اللي اشوفه انا في المنظار هو نفسه اللي انا اشوفه بعين الحقيقيه. هذا النوع الاول. النوع الثاني اللي هو الالكترونيك، تمام، لما اجي اناظر في المنظار بيعطينا صوره مشابهه للصوره اللي بتنزل عليها الصوره النهائيه. يعني اللي اشوفه انا في المنظار هو نفس الصوره النهائيه، تمام. هذا النوع الثاني. النوع الثالث اللي هو اللايف. هذا اللايف مختص اكثر شيء بالشاشه نفسها، لكن انا ذكرته مع الفيو فايندر لانه نفسه اليته زي آلية الإلكترونيك. يعني أنا اللي أشوفه في المنظار في الإلكترونيك قلنا إنه بيخرج زي الصورة النهائية. الفيو فايندر اللايف نفسه هو الصورة النهائية، يعني بس عن طريق الشاشة نفسها، تمام. هذا هو الفيو فايندر. أما تمريننا لهذا اليوم، هو ما عندنا تمرين لأنه حاليا الحمد لله في بدايات. إن شاء الله كل ما تعمل أكثر بتصعب التمارين. أتمنى أنكم تمارين الدرس الماضي كملتوها اللي هو عبارة عن الكتيب دليل المستخدم، أتمنى أنكم حفظتوه.